بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع جديد بتاعنا وهو حساب الـ Effective Area. الـ Effective Area بتظهر معانا إذا كان في تحميل في أحد العناصر الإنشائية تحت الشد بجزء من هذا العنصر. يعني مثلا عندنا زاوية حاطط بولت في ليج وسايب الليج التانية فري. بالنسبة للإفكتيف نت اريا بيقول لك for some tension members such as rolled shapes they do not have all the elements in the cross section connected to the supporting members. The failure load is less than that would be predicted by the product area net by F ultimate. الشكل اللي قدام حضراتكم دلوقتي عندنا زاوية، الزاوية دي متحملة في الليج بتاعتها بـ 4 فولت وتحت تأثير بي لود حمل شد. الجزء المتهشر ده بيقول لك إنه شيدد اريا ستريسد فيري ليتل، يعني كل التحميل بيحصل على البولتات الموجودة عند الجزء السفلي اللي هو كونكتد مع البليت. عبال ما اللود بيحصل شيرينج، يعني بيحصل توزيع للجزء ده اللي هو مش متصل ببولت، بيحصل نوع من اللاج، فبيسموه الاكسبريشن ده بيسموه شير لاج. بيقول لك the phenomena to which this situation is generally attributed is called shear lag is illustrated in figure 2.9. Note that the angle is connected along only with one leg. زي ما حضرتك شايفين متصلة connected مع البليت بليج واحدة. This leads to concentration of stress along that leg. بيحصل تركيز في الستريس عن هذه عند هذا الطرف من الزاوية and leaves part of the unconnected leg unstressed or stressed very little. الجزء الثاني اللي هو الليج الثانية ما بيحصلش عليها ستريس. وانا احنا اصلا لما بنيجي بنحسب الستريس بنقول الستريس هو عبارة عن اللود على الاريا، بس بنيجي عند المنطقة بتاعة البولت بنقول اريا نت. طيب ايه اللي بيحصل؟ قال لك in the transition region stress in the connected part of the member may vary well exceeded if ultimate and go into the strain hardening stress. لما بيحصل concentration الستريسز اللي موجودة عند الجزء اللي فيه البولت او المتصل بولت عند الجزء الليج الواحدة بتفضل تزيد تزيد لان ما فيش شيرينج بالجزء الثاني اللي هو مش connected، حتى انها ممكن تتعدى قيمة الاف ultimate and go into the strain hardening range وتروح عند منطقة أخرى من السترين. Unless the load is reduced the member may fracture prematurely. يعني يحصل إن هو يحصل له انهيار سابق لأوانه premature. The further we move out from the connection the more uniform the strain becomes. In the transition region the shear transfer has lagged and the phenomenon is referred as shear lag. عشان كده بنسمي الشير لاج، اساس ان الرجل الثانيه قبل ما الاسترس بيوصل لها بيحصل لها لاج، يعني تاخير شويه. Investigators have found that one measure of the effectiveness of a member such as an angle connected by one leg is distance x bar. هو بعد عمل ابحاث لقوا ان في عنصرين مهمين. العنصر الاولاني هو المسافه x bar، فلما بيقارن بين شكل A والشكل B، الشكل A تقريبا equal angle والشكل B unequal angle ومحمل الطول الطويل بتاع الرجل بكونكشن، فلقى ان كل ما الاكس بار بتقل كل ما الافكتفنس بتاعت الزاويه الافكتفنس بتاعت الكونكشنز بتتحسن. بيقول لك the smaller the value of x bar the larger is the effective area of the member. يعني الافكتف area يتناسب طرديا مع الاكس بار. طب والاكس بار دي ايه اللي خلاها قصرت؟ انه زي ما حضراتكم عارفين ان احنا بنشتغل على السي جي والاريا الكبيره تحت والاريا الصغيره فوق، وبالتالي السي جي بيقترب عامل زي الفورسز المحصله بتاعتها تقترب من الحمل الكبير او من المساحه الكبيره، وبالتالي الافكتف بتاع الزاويه دي بالمقارنه للافكتف بتاع الزاويه دي الافكتف اريا بتزيد.
العنصر الثاني اللي هو طول الكونكشن اللي هو في الاتجاه العمودي اللي هو في اتجاه اللود. Another measure of the effectiveness of the member is the length of the connection L. The greater the length, the smoother will be the transfer of stresses to the member unconnected part. عملية انتقال الستريس من الجزء الكونكت للانكونكت كل ما طول الرباط بيزيد في اتجاه الحمل كل ما يحصل شير الشير لاج بيقل ويحصل ثموز في الترانسفير بتاع الستريسز. وبالتالي قدر يوصل الى معادله ان المعادله دي بتقول له الفاكتور يو اللي بيتضرب في الاريا نت عشان يحوله الى افكتيف اريا بيساوي 1 ناقص اكس بار على ال، حيث اكس بار المسافه بتاعت السي جي بتاع الزاويه اللي هي كونكتد وال هي مسافه الرباط. يبقى شير لاج افكتس بوث بولتد اند ويلدد، يعني الكلام ده منطبق على البولت وعلى الويلد. Therefore the effective net area concept applied to both of the connection فللبولتد فالافكتيف اريا بتساوي يو في النت اريا وكذلك في الويلدد، بس الاريا افكتيف بتساوي يو في الاي جي، لانه طبعا انت مش لما كنت بتقطع بالبولت كنت بتخصم مساحة البولت، لكن في الويلد هتقول هتاخد اليو في الاريا جروس. ورجع تاني قال لك ان اليو بتساوي 1 ناقص اكس بار اوفر ال should not be less than 0.9. فبيقول لك where اكس بار the distance from the centroid of the connected area to the plane of the connection و ال the length of the connection. بيقول لك لو كان الممبر عنده اثنين symmetrical located planes x bar is measured from the centroid of the nearest one half of the area. لو في اثنين symmetrical. اثنين symmetrical زي مين؟ زي ما هنشوف ان شاء الله في مسألة بمشيئة الرحمن، ان انت عندك white flange connected على top of the flange الفوقاني وtop of the flange التحتاني ومنطقة الويب ما فيهاش فيها connection. بالتالي فانت عشان اتنين symmetrical يعني تقدر تقسم ال white flange لاتنين T flange وتحسب السي جي، لان انت لو اشتغلت على الويب السي جي هيبقى في نص الارتفاع مش هتقدر تحسبه مظبوط، وبالتالي بترجع تقسمه الى قسمين متناظرين. Additional approach for calculating X bar for different connection types are shown in the AISCC manual في صفحة 16178. ايه الاشكال؟ ادي البليت. البليت في جميع احواله زي ما شفنا في المسائل اللي فاتت ان قيمة اليو بتساوي واحد، وبالتالي فالاريا افكتيف بتساوي الاريا نت. برضو اذا كان البليت ويلدد بين 3 سايتس فاليو بتساوي واحد. اذا كان البليت معاه بليت تاني ورا اللي هو الجاست بليت ولدت في وان دايركشن الترانسفيرس ولد اليو بتساوي واحد، لكن لو كان ال اكبر من او يساوي 2 دبليو الولد في لونجتيودنال ولد اللينث ده اكبر من 2 دبليو اليو بتساوي واحد، وبين واحد ونص الى 2 اليو ب 87%، واذا كان اقل من واحد ونص واكبر من العرض اليو بتساوي 75%. الحالة الثانية اللي هو الراوند زي ما انتم شايفين ده عبارة عن راوند هولو سيكشن اهو كونكتد بالبليت اهو، والويلد في اللونجيتيودال دايركشن ده كروس سيكشن وده اللونجيتيودال دايركشن. فبيقول لك ال اذا كانت اكبر من 1.3 الدايمتر فان اليو بتساوي 1، واذا كانت بين ال 1 وال 1.3 فهي بتستعمل القانون ال 1 ناقص اكس بار على ال ال، حيث الاكس بار بتساوي في الحاله دي الدايمتر على الباي، وده الكيس بتاع الريكتانجولر، ودي القيس التانية بتاع ريكتانجولر اتش اس اس في حالة الويلد اللي هو تو سايدد جاست بليت، وهنا سنجل كونسنتريك جاست بليت. هنا في بليت على اليمين وبليت على الشمال، ولدد يمين ولدد شمال، يبقى القانون بتاعهم. الحالة اللي بعد كده اذا اللي احنا كنا بنتكلمها مع حضراتكم اللي هو عندي دبليو وام واس، اذا كان اي واحد في دول كونكتد في البليت من اعلى ومن اسفل ومنطقة الويب ملهاش حاجة، فاذا كان البي فلانج اكبر من
البي فلانج اكبر من تلتين الدبث، اليو بتساوي 9/10. اذا كان البي فلانج اقل من تلتين الدي، اليو بتساوي 85%. يبقى انت بتحسب اليو باسترشادا بالجدول، وبتحسبها بحسبة 1 ناقص اكس بار على الال. الحالة الثانية اللي هي الدبليو فلانج كونكتد with 4 or more fastener، هنا تلاتة يعني في كل صف 3 بولت بيرلاين، وهنا عندك 3 صفوف فاستنر او مور فاستنر بيرلاين، بيقول لك 4 او اكتر. عشان 4 او اكتر لكل مجموعه من دول، يعني كل واحد في دول 4، اليو بتاعتك ب7/10. الحالة الثانية اللي هي السنجل انجل اللي احنا كنا بنتكلم عليها، اذا كنت شغال على 4 more fasteners per line، هنا عندنا لاين واحد بس في 4 او اكتر، تاخد اليو بتساوي 8/10. وهنا الحالة الثانية اللي هي 6/10، اذا كان عندك 2 or 3 fasteners per line in the direction of the load. قال لك for bolted splice plates الاريا افكت تساوي اريا ماينس ارجوس اقل من 85% اري جروس في 1 ناقص في اليو ناقص الواحد. نشوف مثال عندنا، بيقول لك for the bolted tension member shown in figure 4.6، يقول لك determine the shear lag factor U the net area net and the effective area effect. دلوقتي عندنا زاوية قدام حضرتك 5 × 5 × 3/8 ومعاها 4 بولت، ومن الظاهر ان هي كونكتد في طرف واحد. عايزين نحسب قيمة اليو. دلوقتي البولت بيقول لك انه 4 3/4 انش، يبقى 4 3/4 انش هنضيف عليهم التمن بتاعنا يبقى يساوي 3/8. طيب القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول الفاكتور يو بيساوي 1 ناقص اكس بار على ال. اكس بار لمين؟ المسافه لغايه الكونكتد عموديه على اللود، يبقى انا بحسب الاكس بار اللي هو كده. طب الزاويه دي 5 × 5 بتخش في الجدول، بيقول لك الاريا 3.65 من 100، وتشوف الاكسنتريسيتي السي جي، اسف السي جي من الليج، هتلاقي الاثنين متساويين عشان يكول انجل 1.37. هي صحيح في الواي دايركشن لكن بيسموها اكس بار. الاكس بار 1.37. طب هنا ال L بيساوي كام؟ بيساوي الـ 3 زائد الـ 3 زائد الـ 3، يعني 9 اللي هي length of connection. يبقى ال U بتساوي 1 ناقص 1.37 انش على 9 يساوي 0.848. دي الحسبة اللي هي نتيجة استعمال القانون. لكن لو راح للجدول، تعال نشوف الجدول. الجدول بيساوي 8/10. نشوف أنهي حتة في الجدول أهو. 8/10. 8/10 الحالة بيقول لك 4 أو أكتر connected في 1 part per line. أهي. أدي 4. بداية الحالة بتاعتنا اللي هي 8/10. فأنت عندك 0.848 وعندك 8/10 بتاخد القيمة الأكبر وهي الـ 0.848. جميل. بعد كده هنبتدي ناخد الأريا نت زي ما بنحسبها عادي، إن إحنا بنقول أريا جروس ناقص قطر في السماكة. ده قيمة الـ 1.37، وده الواي بار هنا أنا بقول إن هو بيربنديكولار على كونكشن لاين اللي هو ده. L in the direction of the force. طيب. دلوقتي الاريا جروس 3.65، ادي الاريا 3.65 والباي بار 1.37 حسبنا منه خلاص. يبقى الاريا جروس ناقص 1 مسمار 1 7/8 في السماكه بتاعه الزاويه بتاعتنا اللي هي 5 × 5 × 3/8 يضرب 3/8. لغايه دلوقتي احنا جبنا الاريا جروس اللي هي 3.32. هاخد المعامل اليو هو الاكبر اللي هو 0.848 اضربه في 3.32 يدينا 2.82 انش سكوير. يبقى ده اول مثال في كيفيه حساب الافكتيف اريا. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.